إذن نبدأ الحلقة مع ضيفنا في الاستوديو دكتور ناصر. إذن الديمقراطيون سيطروا على مجلس الشيوخ بحسب القراءة أيضا لمن يراقب الانتخابات، هذه مفاجأة بالنسبة للجمهور، يعني يخسر مجلس الشيوخ. هل بالفعل اليوم يمكن القول بأنه هذا السنين القادمة أو العامين المقبلين هو عام الديمقراطيين في أمريكا؟ نعم، تحياتي وشكرا جزيلا للاستضافة. لا، الحقيقة لا نستطيع أن نقول أنه عامين للديمقراطيين، لأنه متوقع أنه مجلس النواب ما زال لحد الآن الواضح أمامنا حتى هذه اللحظة دون انتظار النتائج النهائية هو أن الجمهوريين سيسيطرون على مجلس النواب. ليس طبعا الموجة الحمراء التي توعد بها ترامب والجمهوريين، لم يحدث ذلك ولن يحدث ذلك بكل تأكيد حتى لو حسمت كل النتائج. لكن مما لا شك فيه أنهم سيبقون مسيطرين على مجلس النواب خلال سنتين القادمة، وهذا يعني أنه أما أن يكون هناك استقطاب حاد وصراع حاد خلال سنتين القادمة، أو طريقة ما للتفاهم بين الطرفين الجمهوري والديمقراطي على بعض القضايا. يعني بكل حال من الأحوال لن تكون سنتين ديمقراطيتين خالصتين مثل السنتين اللي فاتت، لكن طبعا هي لن تكون سنتين جمهوريتين أيضا. إذن أما صراع حاد واستقطاب حاد بين الطرفين، وإما نوع من التسوية والتفاهم بين الطرفين. أعتقد هزيمة الجمهوريين بهذا الشكل عما هم أرادوه سيفسح المجال أكثر لوجود صيغة توافقية، خصوصا إذا قلت تأثيرات الترامبوية داخل الحزب الجمهوري. جميل، إذن هذه رؤيتك للموضوع الانتخابات حاليا. إذن نذهب إلى واشنطن مرة أخرى. سيد محمد عويس، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. ما قراءتك لهذا المشهد الحالي في انتخابات الكونغرس النصفية في أمريكا؟ أهلا وسهلا بكم. أهلاً. شكرا على هذه الاستضافة. يعني ما يحدث أو ما حدث هو ممارسة ديمقراطية، وقد بدأ الجمهوريون قبل الانتخابات بعد الأرباح، وأنا أحد الناس الذين كانوا يتوجسون من إمكانية فوز الحزب الجمهوري وتعطيل قدرة الرئيس الأمريكي بايدن على الحكم وعلى تنفيذ ما شرع في السنتين الماضيتين، ولكن فوجئ الجميع، والجميع أعني ليس أنا لوحدي، ولكن الجميع فوجئوا بأن الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي استطاع أن يحصل على كثير من المقاعد، واستطاع الآن، يعني اليوم أصبح الحزب الجمهوري الديمقراطي يعني متحكما بمجلس الشيوخ الأمريكي، وهذا سيعيد الأمور إلى نصابها وسيعطل قدرة الجمهوريين على تعطيل الرئيس بايدن. ما زال هناك مقعد واحد الآن في ولاية جورجيا، وهم ليسوا بحاجة له، ولكن هم بحاجة له، يعني الديمقراطيون بحاجة له في الانتخابات 2024، لأن 2024 ستكون كذلك يعني سباق على الرئاسة الأمريكية، وكذلك على ثلث، عفوا، على مجلس النواب. وهذا أنا برأيي إن دل على شيء يدل على أن الديمقراطية ما زالت بخير في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الحزب الديمقراطي من الممكن أن يفوز في الانتخابات القادمة، الانتخابات الرئاسية.